السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. في هذا الفيديو غنتكلموا على الفيديو اللي دير ضجة مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو ديال المحامي والسيدة اللي سميتها ليلى السراغني، واللي هي دابا حاليا رهن الاعتقال، وتقول بان هذا الشيء تلفق ليها ولفق لها تما باش يدخلها. المهم هذه الاقوال كاملة يعني على حساب اقوال الطرفين، ما غنزيدوا حتى شي حاجة من عندنا. بالنسبة للبنت، هذه البنت اللي سميتها ليلى وقف عليها شي واحد اللي هو محامي، بالطبيعة على حسب ما كتقول بأنه ركبت معاه، تعارفت معاه، تعرف عليها، عطاته النمرة، بدأ التعارف بيناتهم حتى ولات علاقة حب، مع العلم أنه متزوج وعنده وليدات، وهي عارفة هاد الشيء وعارفة بأنه متزوج وعنده وليدات مدة طويلة، وهم عندهم هاد العلاقة، وهي عارفة بلا مزوج، مسكنها بوحدها، كاري ليها عايشة معاه بدون عقد. من بعد واحد المدة ديال العلاقة، ليلى حملت منه وقالت لي خصك دير شي حل، طلبت منه الحل، ولكن هو قال لها ما نقدرش نطلق بأنه مزوج حتى نطلق، عاد نجي نخطبك. قبلت ومشى خطبها من دارهم بوحدو بلا والديه، وصافي كملوا الحياة ديالهم بدون عقد. نهار ولدات قال لها راني مسافر، وخرجت بنتها من الكلينيك، يعني هو ادعى بأنه مسافر أو قال لها بأنه مسافر. من بعد قال لها ما غنبقاش عايشة معاك وغادي انكرها، يعني قالت لي ما نبقاش عايشة معاك هكا وبنتي بلا نسب، خصك دير شي حل. هو انكر هذا الشيء كامل، انكرها بانه ما عنده بها حتى شي علاقة. خرجت هي في قناة شوف تي في باش تشوفه، خرجت التصاور ديالو باش تأكد انه كان معها. وصلت القضية لمرتو ودعاتهم جوج بتهمة الخيانة الزوجية، قال لها بانه غلط، ولكن البنت بنت راها غير بنت الزنقة، كان كيعطيها الفلوس باش تمارس معاه، وبقى كيعطيها فلوس لأن هي كتبت الزوب تصور اللي واخد عليه. الزوجة ديال هاد المحامي حتى هي محامية، على حسب أقوال هاد الضحية كتقول بأنها اتصلت بها مرات المحامي باش تريح هي وياها، أنها تلقاه هي وياها شي حل، ريحوا في القهوة. ولكن من بعد جاء البوليس المخزن كيتسناوها، قلبوا لها التليفون ديالها، فعلا لقاو بان عندها تصاور ديال المحامي في بيت ناس وعريانين. الام شدها هي بتهمه الابتزاز والفساد، وهو شدوه بتهمه الخيانه الزوجيه. الزوجه ديالو تنازلت ليه وما تشدتش، تنازلت ليه الزوجه ديالو، والبنت تشدات وبقات يعني راها رهن الاعتقال. وتصور الخطوبه قالوا بانها غير عيد ميلاد، والفلوس اللي كان كيصيفطها هي انه كان كيصرف عليها، ولكن هاد الاقوال ديالها بانه كان كيصرف عليها، ولكن هو كيقول بان فلوس الابتزاز اللي كانت كطالب به كطالبهم به باش ما تنسوش الصور ديالو. المهم هاد الشيء كامل بناء على اقوال الطرفين، فهي كتقول بان هاد الشيء كامل غير تلفق لها، وان السيد جا خطبها فعلا ولدات منه، ومراته كانت كتقول لها بعد من راجلي وخوتنا ما بغاش تبعد منه، فاش ولدات باش يتهنوا منها داروا لها هاد القالب وصيفطوها للحبس. اليوم هاد البنت اللي سميتها ليلى سرغاني راه متابعة في حالة اعتقال، المحكمة ما عطاتهاش المتابعة في حالة صراحة، وأصرت على متابعتها في حالة اعتقال. يعني تدخلوا آراء من بين الناس اللي دخلوا على القضية، اللي هو المحامي محمد الهيني. فالمحامي والحقوقي محمد الهيني استنكر موجة الصمت المطبقة على في العديد من مجالات حقوق الإنسان، أو حيال هذه القضية التي أنجبت فيها ليلى من المحامي الشهير طفلة، وأنكر أبوتها لها ورمى بها في السجن. وأوضح الهيني في اتصال مع أحد الجرائد أن التضامن أصبح اليوم لا يخضع لمنطق المزايدات والتفاوض، ويميل إلى المصالح. ففي الوقت الذي تم التضامن مع هاجر الريسوني في قضيتها، يتم التنكر لقضية الشابة ليلى سرغاني التي لا انتماء حزبي لها ولا حركيا ولا سياسيا، واكتفى الحقوقيون بالصمت وأداروا ظهورهم لها وتركوها وحيدة أمام هذا اللوبي الذي يريد أن يحكر عليها دون سند ولا حق، حسب تصريحات محمد الهيني. ونشر الهيني تدوينة في صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: ليلى سرغاني سيدة فقيرة ومعدمة وأم لرضيعة داخل السجن، فرض عليها الفطام القسري، ولا سند لها من حزب أو جماعة أو حكومة أو برلمان أو جماعة ترابية أو جمعيات حقوقية، ولا علاقة لها بالدولة أو بأصحاب القرار. كما شن المحامي هجوما قويا على من وصفهم بحقوق الاتجار في البشر والقتل العمد والاتجار في الدين، مشيرا إلى أنهم لا يحركون ساكنا للتضامن معها، لأن التضامن أصبح عشائريا وحزبيا وفئويا. كما تساءل الهيني بحسرة: أين نحن من التضامن الإنساني النبيل والحر، بعيدا عن لغة الأموال أو المصلحة أو العشيرة؟ هذا كل ما كان لدينا إخواني عن هذا الموضوع، وسنوفيكم بكل جديد في هذا الموضوع في القريب العاجل إن كان هناك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسونا من دعمكم والاشتراك في القناة لتتوصلوا بالجديد. إلى اللقاء في فيديو جديد بحول الله.